أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله أي يا موسى
ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك وَأُمُّ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين إنهم كانوا قوما فاسقين صدق الله العظيم.